تجري في حظوظي وما عشتهاش قبل. فحبيت معناتها ما نفلتش الفرصه والحمد لله جات فازه بيا. عطي لي ربي والله، انا ديما نقول ما نستاهلهاش، راني بليد برشا وتحت بوحده مزيانه وباهيه. كي تبدا بنت اصل بالحق وخاصه عائلتها يعيشوا مع بعضهم ومتلاحمين برشا مع بعضهم، معناتها تحت معناتها بالزهر في الله ورضاية الوالدين كما يقولوا بالحق، تحت في وحده اللي صاينتني الحمد لله. تونسي مقيم في المانيا، شو جيت تعمل هنا في تونس؟ والله جيت نعدي في جو رمضان مع العائله، وخاصه عندي 12 سنه ما روحتش في رمضان، وبصراحه 12 سنه كاملين. 12 سنه كامل حسيتش بالغربه هكا؟ توحشتش بلادك؟ توحشتها برشا، بالاخص في رمضان وجونا ومحلاه وماكله، بلي نعمل بريك ونعمل شربه، نعمل ماكله تونسيه وحدي غادي، مي بريكه امي وشربتها، وبصراحه جو اخر، مطعم اخر، حسك التلفزه قبل ما المدفع يضرب، جو اخر برشا. مدفع واحنا مازلنا عندنا مدفع ساعه مازال في حمامات، في حمامات. وبصراحه حتى كل العباد كي تبدا تقضي وكذا هذاك الكل كنت وحده بالحق. وتوحشت مرميد تونس ولا الزحمه نتاع تونس والدزين نتاع تونس؟ صحيح صحيح والله صحيح، هذيك الحاجه اللي مي في عادتنا وتقاليدنا، ما نجموش ما نتزاحموش وندزو كذا. صحيح. شو اكثر حاجه توحشتها؟ امي والله يا عيني. بالحق اكثر حاجه توحشت اي والله 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 بالحق اكثر حاجه امي توحشها، خاطر نعرف اللي هي حس عليها، خاصه انا الولد الوحيد في معناتها العائله. كعبه واحده هو. اي والله. شو خرجت تعمل في المانيا؟ معرس عندي مرتي. ايش؟ كم؟ كيف تعرفت عليها؟ عسلامة. الو الو. والله قصة قصة طويلة برشا، مش نحكي شوية. أنا كم نسكن في بلاد سياحية، مدينة سياحية، معناتها ديما نخرج في الشط نلوج نلقى شي وحيدة. فهمتني؟ وحيدة. عدت شفت في بالي باش نخرجوا مع بعضنا وكذا، جست أعطيتها النمر نتاعي باش نتقابلوا نعملوا قهوة مع بعضنا ولا حاجة، طفيتني ما كلمتنيش. وانا نخدم في سونتي، نخدم انفيرمي، كنت في مصحه خاصه في الحمامات، وجاني ميساج جوست فيها هالو، قلت زعما شكون هذا؟ ميم حتى الكود نتاع البلاد ما عرفتوش شنو. فهمتني؟ قلت بالك شي واحد غلط. قالت لي بالالمان وانا ما نفهم حتى شيء، الامبيلونسي وقتها يعرف يحكي بالالمان هو اللي ترجمني. قالت لي ما نعرفش كما زلت تتذكر انا فلانه اللي حبيت. بعد قديش هذا؟ بعد اربع شهور ولا هكا. لا لا تحكي انجلي هي. تحكي انجلي. Why you took like 4 months to message him? Erst der Zeit wurde mich danach so einfach Nachrichten geschickt hast mit hallo. Ja, was war damals so? Nach so vielen Monaten, wieso kommst du auf die Idee einfach mich zu schreiben? Es war langweilig auf der Arbeit. قالت لك انا نخدم وقلقه حبيت نكتب. قلقه الف عجب وكا. وقعدنا عامين ونص مع بعضنا، بعد ديما تجي وكذا وكل، ولينا حابين نقولوا اسكو نكملوا مع بعضنا والا ولا لا. قالت لي نعرسوا ياك. وتو عندي شدها بحذاك صح؟ يعيش. وتو عندي بنوته اسمها ساره 8 سنين ونص. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. معناها صدفه عطيت نمرك هكاك طيشته هكاك وفي تونس تعرفت عليها. ايه في تونس تعرفت عليها. بعث لي ربي والله، انا ديما نقول ما نستاهلهاش، راني بليد برشا وتحت بوحده مزيانه وباهيه وعاقله. ايه والله بالحق. وتخمم بالحق بالحق معناتها، والله حبيت نقول هذه زاد كم قوس صغير معناتها، ياسر شباب يخافوا من الزواج مع كي تبدا بنت اصل بالحق، وخاصه عائلتها يعيشوا مع بعضهم ومتلاحمين برشا مع بعضهم، معناتها تحت معناتها بالزهر في الله ورضايه الوالدين كما يقولوا بالحق، تحت في وحده اللي صاينتني الحمد لله. You feel happy being married to him? Yes. So much. Hey. So, did he teach you like Tunisian words? Habe ich nicht ganz verstanden. Ich lerne ein bisschen arabische Sprache dabei oder nicht? Also, nämlich,
lernst du ein bisschen Arabisch? Lernen wir das selber bei euch. خاطرك نتعلم وحدي معناتها ممكن نحكي انا بالعربي خاصة مع بنتي قالت لي نتعلم هذاك وحدي فهمت نعم تعلم تقولها تحكي لنا ترى شوي يا غيدا من بسي ما اغابش يا بيتا بسي 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 فاس كانست تو زاغن نو با فات بيتا نكم ايغال با با فات فاس تو كم بيتا Yeah. Did you eat brika and shorba and the Omi Abslem and Binti children? Ich weiß jetzt nicht. Meh zum Trinken. Was noch? Ich weiß nicht. Habha. برشا. شو وجبتك لها أكثر حاجة هكا خليتك معناتها تحس بال. تعلقت بيها برشا لقيت حتى وين نكتب معاها قبل ما تجي ترجع لي لتونس نكتب حاجه تكتب لي ترجع لي 10 مساجات معناتها ما كنتش نعيش الحكايه هذه تعرفت قبل علاقات عابره سطحيه كانت تكتب ترجع لك بساعات الطفيق كذا هذه لقيتها كما نقولوا احنا تجري في حظوظي ما عشتهاش قبل حبيت معناتها ما نفلتش الفرصه والحمد لله جات فازت بها برغم اللي ياسر اصحابي قالوا لي سايب عليك وكذا وانت ايش طالع تعمل وانت بخدمتك وكذا وكل واحد مي قلت لهم انا ماني باش نخسر حتى شيء معناتها وخاصه كيفاش قتلك عرس بيا؟ والله كيف ما عندي تو انا نهارتها مرتاح وهكا في الفرش قلت شنو هذه اش تقعد تجي كل ستة شهور وتمشي وكذا معناتها نحس في روحي نحب حاجه معناتها معاك طول بعد اي معناتها مع بعضنا كان بالبورتابل كل ديما سينو لا فقلت هي كان مشيت يا جد يا قرعه يا نوفي كما نقولوا احنا تستخطف كان قالت لي اوكي كان قالت لي لا خويا بسلامه فهمت خلنا ما نحبش نقعد كيف ما نقولوا احنا نستنى انت زعما ما خديتهاش باش تورق لا والله لا لا ولا لا والله ديما والله والله بالحق انا كنت ضد والله حتى اصحابي كانوا ديما يحبوا يخرجوا نقول لهم هبل انتم تخليوا البحر تخليوا كذا واش خلاهم لليوم ديما يقولوا هذاك اكبر كذاب معناتها اللي كان يقول لنا سايب عليكم كذا هو الوحيد اللي خرج واحنا قعدنا ديما يقولوا لي هكذا لا لا بالحق عدت كتبت لها قلت لها شوف قلت لها تو هذه اش تقعد انت تمشي وانت تجي وكذا وكل قلت لها كل مره بصراحه معناتها ما عادش وتو عامين ونص مع بعضنا قلت لها يا نقعدوا مع بعضنا على طول يا لا قالت لي نحب نعرس ونقعدوا مع بعضنا على طول الفرحه اللي حسيت انا وقتها حسيت روحي كبرت معناتها قديش عمرك وقتها؟ وقتها 24 سنه باهي يعني باهي توا قديش عمرك؟ توا 37 سنه ما شاء الله عندنا من 2011 نهار 27 مارس عرسنا يا عيني وبدعتها هكا باش ما تحصلكش اي لا لا اما ننسى في ساعات المره الاخرى حصلتني هي جابت لي كادو وانا نسيت والله علاش؟ ايش هاب انسى سايت ستاك فور قسن تاسف لها قدام الكاميرا تطمئن لايت اشتو سمو قالت لك انا ماذا بيا نحب ديما نفازيك باش انا انت تنسى باش وانا نوريك انا ما نسيتش وتطلع انت خايف قل لي دخلت هيشي معناتها مسلمه هي تو ولا لا مازالت ما تقول بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله تقول كذا مي انا ما نحبش جوست معناتها كلام معناتها نحبها هي الايمان يكون بالحق عن اقتناع خاطر كان واحد يقول مثال لا اله الا الله محمد رسول الله تقولها كل يوم وتقول بسم الله وتذكر بنتي باش تقول بسم الله وكذا كل مي نحبها هي يكون من قلبها ايمان مش جوست كلام خاطر كلام اي واحد ينجم شاهد من بعد تصوم معاك رمضان ولا لا لا ما تصومش رمضان هاوني كعبه قزوز فطرت رمضان كعبه قزوز في يدي مخبيتها على انا ليمو هاك مخبي حبي يدور عليك التويف ايش تحب تقولها Also ich bin der glücklichste Mann, dass ich dich wirklich bekommen habe und du machst mich immer glücklich, du denkst immer, was mir am besten passt und danach an dich und dass ich dann... Also عملها جست رومانتيك هكا ما عرفش بوسها من هنا ولا بوسها من يدها ولا حاجه هتنا هان يا اول حب اما دور كاميرا لهنا
اسمعني مش بتغشش عليها. لا لا بتغشش بيه يا معايا تعالي يومي محلاها عليكم لبعضكم. ربي يفضل لكم ميمتك يفضل لك مرتك وبنوتك واخواتك زاد عايشكم ربي يفضلك ومحلاكم عايشكم.